لكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صباح النور، صباح التفاؤل، صباح الخير، صباح النشاط والحيويه. والحيويه والنشاط، كي دايرين نتوما؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله يوجدكم هذا الفيديو في احسن الظروف والاحوال، وتكونوا بخير 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 بخير، والنفسيه عاليه، والطاقه ايجابيه، ونبعدوا على السلبيات باش نبداو دائما نهارنا جميل بحال هذا النهار الغزال. شوفوا معايا الشميشه تبارك الله ضاربه في الكوزينه، ما قدرتش حتى نصور لان الشمس كانت هنا بزاف. درت هذا الريدو الاحمر باش يدرق عليا شويه ديال الضو. ايوا نتمنى ان شاء الله تكونوا لاباس، وجدكم هذا الفيديو وانتم في احسن الظروف والاحوال. كيف دائما كنقول لكم، مع مطبخ ملح وسكر، ها ملح وسكر. اليوم ان شاء الله جبت لكم فيديو جديد، غادي تشوفوا معايا. خرجت تقضيت بعض المشتريات، رجعت المرجان، خديت شي حاجه كانت ناقصاني وكانوا عجبوني داك النهار بزاف بزاف بزاف. هادوك شي حوايج غتكتشفوهم معايا دابا، وخليكم معايا ما تمشوش بعيد، وبقوا معايا حتى الاخر باش تشوفوا اشنو شريت وعلاش شريتهم. والله الا كتعرفوا يا البنات بان شحال ما شرينا، شحال ما ملي كندخلوا الكوزينه والرونجي ودوك الحوايج كنلقاو بزاف د الحوايج نسيناهم، كيخصك هذه خصك هذه. المهم شي حوايج زدتهم، هما زدت هنايا كانوا عاملين لها التخفيض، هاد اللذه كتجي زوينه هادو. باش ندير ان شاء الله لي كرواسون كيعجبوني في هاد الوقيته هادي. جبت واحد جوج هكذا لي باكي، باكي فيه 250 غرام مع 500 غرام، يعني هادو جوج خديتهم. خديت واحد الحك ديال مطيشه ديال ديليسيا، هادي عاوتاني كنت نسيتها في المشتريات الاولى. المهم خصنا نديرو اللوائح، خصنا نديرو لائحه ديال المشتري، شنو خصك شنو ما خصكش. المهم ضروري خصنا نديرو اللوائح، بعض المرات كنعكز نكتب اشنو ناقصني اشنو، كنقول راني مفكراهم في الدار. صافي في كان اون فوا كنمشي للمرجان صافي كيتلف ليا كلشي، هذيك الساعات كنولي معايا كاين مشكل كنولي نرجع نشري. كنت خديت هذا الدرا حتى هو باش نديرو معاه هكا لي سالاد. زدت هاد الباكي ديال الخل، كان واحد الباكي كنت عملت به الميناج، يعني في هذا لي لافابو وداك الشيء مع لي كالبوكربوناتو صافي، ونقصني داك الشيء علاش زدت واحد اخر. زدت واحد هادي واحد سنيده ديال 2 كيلو. بالنسبه للبيض زدت باكي ديال البيض، وشريت هذا الطوستاد، هذا كنشريه على صحاب يعني المحلات اللي كيبيعوا يعني المنتوجات ديال اسبانيا، دائما هاد الطوستاد كنشريها زوينه وبنينه. ما لقيتش يعني ديك الكبيره اللي كنجيبها، هذه لقيت غير النص ديالها صافي، قلت لهم ما نقضي بهذه ولا والو. خديت بالنسبه للنسكافيه، انا عزيز عليا القهوه كيف كتشوفوا. عرفتي شحال كنت كنشري ديال القهوه؟ بزاف، كنشري باربعه بخمسه ديال القراعي. وخديت يا البنات حتى هاد الدقيق ديال كنز ديال لافارين اولا الدقيق ديال النخاله كومبلي، كيجي غزال وفيه 5 كيلو حتى هو، خديته من المرجان. يعني الجوده ديالو رائعه بزاف، كاين حتى ديالو فورس ما لقيتوش، ولكن لقيت غير هذا. ان شاء الله مره اخرى غادي ناخذ حد ديال الحلوه. كيدير هذا تقريبا 40 درهم، 40 درهم وهكاك. بغيت هكا ان شاء الله نبقى مره هكا نعجنوا الخبز هكا. هانتوما يا البنات كيف كتشوفوا معايا، فاش رجعت المرجان قلت والله حتى ناخذ شي يعني شي مقيلات هكذا من دوك اللي كانوا مدايرينهم الصولد. اصلا المقله ديالي اللي كندير فيها بغرير ولي كريب وداكشي صافي بدات يعني كلات الدق، خصني نولي نعاود نشري شي واحد اخرى. كيف كتشوفوا معايا خديت هادو ديال تركيا، هادو عندهم يعني لي طاي، كاين لي طاي صغارين ومتوسطين، وهادي لا طاي ديالها كبيره 26، كاين لي قل منها يمكن 24. خديتها هادي دايرينها بروموسيون 69 درهم، زوينه كاين في الالوان، كاين في لو نوار وفي لو روج الاحمر والمارون واقيله ولا الكري، ومعهم هذا اللون هذا في الكريمه في البيج، انا عجبني هذا يعني صحيحين، ولكن عمري زعما
ما جربتهم، يمكن يكونوا ان شاء الله يكونوا صالحين ويكون عندهم يعني هاد الخدمه ديالهم مزيانه وما يلصقوش. شفت بزاف د الاخوات في اليوتيوب كيصوبوا بهم لي كريب الفطائر، كيديروا بهم البغرير، وان شاء الله حتى انا تصدق لي هاد المقيله هادي وتجيني مزيانه. هنايا مقله اخرى، حتى هما فاش رجعت هاد المره لقيتهم تبارك الله يعني مشاو، ما بقاوش منهم بزاف، سورتو هادو ديال لي كريب، حتى هما شفتو هادو ديال بحال الا بغيتي ديري شي بغرير صغيور ولا كشي يعني بريستيج كيجي زوينين. ديري لي بانكيك، ديري هما دا كاتبين بعدا فيها بانكيك طافا ديال تركيا 35، فيهم حتى هما لو نوار الكحل والمارون ولو روج. انا لو روج لقيت غير هادي فاش رجعت، كانوا يعني في الاول فاش مشيت كانوا بزاف ما شاء الله، ولكن فاش رجعت لقيت غير هادي اللي بقات في هاد اللون واللوان هذا، هاد اللون هكذا كريمة والكحل وواحد اللون ترابي ولون اخر عاود بحال لي كري داكشي صافي. وهاد الوحده قلت الحمد لله اللي لقيت بعدا وحيده هي اللي بقات، حتى هادي د تركيا نتوما كتشوفوا. وفاش عجبتني يعني هكا ديري هكا دوك بحال البنات ديالي كتقول لك ماما هذا هاد المقله هادي كتجي كبيره يعني كتمشي لها كتسيح العجينه من هنا ومن هنا فهمتوا. بالنسبه لهادي لا كيديروا على حسب القياس ديالهم يعني، وكل وحده هكذا كطيب راسها زوينه. حتى هي ان شاء الله نجرب فيها هكا لي بانكيك ولا الفطائر هكا صغيورين ولا حتى البغرير كتجي غزاله. وانتم كتشوفوا لي ديدات ديالها صحيحين متان. هذه خديتها دايرين لها بروموسيون 99 درهم، وانتم كتشوفوا انتم كتقراو من هنا الباكي ديالها. ايوا هذا ما كانت منه ان شاء الله يا البنات. هما دايرين هنايا الاخر يعني المارك ديالها ويعني باش منين مصنوعه ان شاء الله ما يعني ما تحرقش وطيب مزيان. حتى اللي جربها اللي جربها ويعني وجرب هاد النوع من المقالي صراحه راهم يعني خفوا على المراه يعني الشغل ديالها كل حاجه بوحديتها تجي متوله كتجي هكا زويونه ما كتجيش كل وحده معوجه وحده لا صافي. هذا ما كان البنات ان شاء الله تكون عجبتكم هاد المشتريات. هادشي اللي خديت كنت مشيت على لي كوسان هذوك المخدات بانوا لي مشاو، حتى هما ندمت لانني ما خديتهمش. مره اخرى الا جابوهم غادي ثاني نضرب دوره ونشوف الا جابوهم عاوتاني غادي ناخذ منهم. ايوا هذا ما كان البنات، نتمنى ان شاء الله هاد المشتريات ديال المقيلات وهاد شويه ديال المشتريات ديالي اللي خديت تكون عجبتكم. عطوني فكره لعندكم على هاد المقيلات ولا جربتوهم وكيجاوكم في يعني في الخدمه ديالهم في الطياب ديالهم. وهانتوما معايا البنات ما شاء الله عليكم، الهلا خدتكم عليا موح عليكم، كنموت عليكم وكنبغيكم بزاف. شكرا شكرا لكم لدعمكم وشكرا لسميتو الاشتراك ديالكم وايضا لتفعيل الجرس ديالكم. فعلوا فعلوا ان شاء الله مازال كاين الجديد، مازال كاين بزاف الحوايج غادي نقدمهم لكم زوينين وغيعجبوكم. وإلا جربتي المادلين قولوها ليا، قولوا لي واش خرج لكم زويون بحال اللي جربتو انا بالمندرين. شكرا لكم للدعم ديالكم ديال الفيديو والهلا خديكم عليا وبسلامة عليكم. تهلاو ليا في راسكم ومرة أخرى إن شاء الله اليوم ما غاديش نقدر، درت لي مادلين الصراحة وجدت لي مادلين عاودت ليهم دوك ديال المندرين، بناتي عجبوهم بزاف قالوا لي ماما عاوديهم لينا مع فيهم ديك النكهة ديال المندرين خطير 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 فهمتوني. هكا ندير لكم الحاجه اللي زوينه ومجربه وتنعاود لها وتنكررها حتى انا في الدار ديالي. ايوا مره اخرى ان شاء الله نشوفوا اشياء اخرى، نشوفوا فيديوهات جداد يعني حلويات اخرين جدادين والهلا يخدكم عليا وبسلامة عليكم. تهلاو ليا في راسكم، ها لايك ايوا لايك 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 ماشي هكا هكا هكا.